خصنا نعرفوا واحد القضيه بان الحكومه في دول اخرى لما تسقط تسقط كلها وما تطيح تطيح كلها الا من تيبان واحد الوزير اللي تيدير واحد الغلط فادح وتيبان وتستقل او تحيدوه. الا جينا نشوفوا هذه الحكومه هذه اللي كاينه حاليا مشاكلها كثرات وكثرات بزاف، انهم ما عندهمش واحد استراتيجيه باينه واضحه في العمل وما تسبقوش الاحداث، نصوب با دي فيتيريست يديروا شي حاجه قبل ما توقع، حتى تتوقع تيبغوا يصلحوها. هذا مشكل كبير عندنا احنا هنا في المغرب، لانه ما عندناش كليه ديال يتخرجوا منها الناس وزاره، او عندنا شي معاهد كبيره يتخرجوا منها. الناس تيجيو من الاحزاب، الناس ينتخبوهم الناس وتيزوزوا بالاصوات او كذا او كذا وتنجحوا. وماشي ناس عندهم اختصاصات، مثلا وزير نجيبوه مثلا لانه كان استاذ ديال الاقتصاد ونديروه في الاقتصاد، ولا واحد كان استاذ ديال العلوم وغندخلوا حنا في ما يتعلق بالعلوم ديال البلاد. ما عندنا شيء، الناس نجحوا من الاحزاب وجاو. على هذه الامور فاشله، ولا جينا نسولوا شكون هو الوزير اللي في هذا الوزير اللي خصو يتبدل، تنقولوا لا وصل الحل باش تبدل هذه الحكومه. ماشي باش يتبدل الوزير فلان ولا فلان ولا فلان، الحكومه خصها تبدل. بركه دوزت واحد جوج ديال الاصوات، الصوت الاول الصوت الثاني وما كانوا شايف في المستوى، والله يجعل شي بركه. هاد الحكومه تمشي تجي حكومه اخرى عاوتاني نشوفوا تجي. اما باش نبدلوا وزير نخليوا هذا نخليوا هذا، بحال شي واحد مجروح كله وتنقولوا اين بلاصه اللي غنداويوه فيها، باش نداويوه هنا ولا هنا ولا هنا. بعد قبل ما نقول عن تغيير الحكومه، نتكلم على الخطاب ديال صاحب الجلاله عاهل البلاد ملك المغرب محمد السادس، الله يحفظه لنا، واللي المغاربه كلهم تيحبوه وتيبغيوه. حنا دابا الوضع اللي تنشوفوه المغاربه ما رانيش بهذا الوضع هذا، يعني بالكل، واللي راضيين به هو هذا الخطاب اللي اعطى ان تغيير الحكومه او التعديل ديالها او اسقاط حكومه تجي حكومه اخرى، يعني حنا متفقين عليه وكل جل المغاربه، لان الوضع ما غاديينش يعني به واحد الوضع اللي مؤسف واللي قنبله موقوته يمكن لها تنفجر في كل وقت. المغاربه تحبوا الملك، وهذا الشيء علاش مهدنين وصابرين، ولكن الى اين؟ وحنا المحيط ديالنا على المغرب، لان يعني شوفوا ليبيا، شوفوا تونس، شوفوا هذا، اذا الوضع ما غاديش يعني يمكن لي يقيسنا. اذا حنا مع التعديل ديال الحكومه او حكومة أخرى أو انتخابات سابقة للأوان ديالها، وربما هاد الكلام ما غاديش يختلفوا عليه يعني المغاربة. أولا بعدا ماشي تغيير الحكومة، تغيير الناس اللي كيسيروا زعما هاد المسؤولين. ما الحكومة أصلا ما كاينش تغيير ديالها، قال لك تغيير ديال لي بتيتخ لي ريسبونسابل مسؤولين، هذا مدير ديال هاد البلاصة وهذا مدير ديال هذا ولا هذا رئيس ديال هاد المصلحة. فهذا هو المطلوب ديال التغيير ديال هاد العقليه، ماشي تغيير الناس، لانه لا جبنا واحد ناس اخرين ولا هذا، راه سي بحال خصنا عقليه اخرى اللي عاش في شي ظروف اخرى، ما هاد العقليه اللي عاش في هاد الظروف اللي كانوا والديهم كيضربوهم في الصغار وكانوا كيكبروا في شكل ماشي مقادين، راه هما عقليه ديزيكيليبري، يعني ما متوازناش الا بغينا نفهموا. لانه شحال من واحد تيكون مزيان غير كياخذ القرار كياخذ المنصب ديالو باش يخدم، كيولي كيتغير، ما كيبقاش ذاك الانسان طبيعي، كيولي في شكل. فلهذا خصنا عقليه اللي عاشت شويه في الخير. شنو هو الخير؟ هو عاشت مع في التوازن مع والديها، خصنا نقلبوا عليهم نفسانيا بعدا شكون هما هاد الناس، عاد نشوفوا نعطيهم المناصب اللي يستحقوها، لان كل واحد عاش في شي ظروف شي ازمات كيحلم نهار كيولي يخرك في شي طوموبيله كيتصحاب ليه راه ولا هو ما عرف شكون وداك الشيء، وكينسى راسو وكينسى امورات ديال اللي هو اللي حق عليه اللي هو خصو يقوم بها. فلهذا خصنا نشوفوا شي واحد اللي هو عايش شويه في الخير ومتوازن، الخير هو يكون متوازن مع عائلته وداك الشيء نفسانيا، ونعطيوه مسؤوليه، لانه هذا هو اللي كنعيشوا مع الاسف في البلاد ديالنا الحاليه، وهو الناس غير كتعطي مسؤوليه كيتلف كيبان لي باغي يشري فيلا ويشري المكانه، حيت ما عمره ما شاف داك الشيء كيتصحاب ليه هذيك هي الحياه. اوغ الحياه ماشي هي هذيك، الحياه هي نخدم بلادي ونخدم ولادي ونخدم المستقبل ديال بلادي، هذا هو احسن من ما نكون عندي انا كاع الفلوس، ما يكون عندي والو ونشوف بلادي زوينه ونتمشى فيها ونشوف الناس فرحانين.
تا هذاك راه تا هو هذاك غنى عندي، تا هو هذاك انا لاباس عليا الا شفت هذا الشيء في بلادي، دونك فوالا سكيفو. دونك تغيير العقليه، دونك خصنا نقلبوا على شي على عقليه متوازنه كابره في واحد التوازن، سا سي تري امبورطون. ولاد الناس غنقولها ونعاود نقولها، فوالا سي بلوتو دون سو سونس. الوزاره هو اذا الوزارات تعرفون الوزارات كاين بعض الوزارات اللي خدامين وكاين الوزارات اللي ما خدامينش، يعني وزاره التعليم، وزاره الصحه، اذا هادو كلهم انهم الوضع ماشي هذا. اذا انا تنقول يعني امناء الاحزاب خصهم يعني يفيقوا لواحد المساله اللي ديما التعيين ديال او الاختيار ديال هذوك الناس اللي تياخذوا التزكيه واللي تيمثلوهم امام الشعب واللي يجيو يمثلوهم يعني في مجلس النواب، والسته ديال البرلمانيات جالسين يلعبوا في التليفون. اذا شنو هذا الامر هذا؟ هذا ماشي يعني سخافه. اذا المواقع الاجتماعيه ولات انها تتكشف يعني واحد الامور اللي المغاربه ما راضيينش عليها. اذا واش نتستروا على واحد الحاجه ونبقاو غاديين حنا تنضحكوا على راسنا واحنا الوضع يعني ان هذا تنشوفوا الناس اللي تتمشي يعني في المسيرات كلها، هذا ديال الحقوق ديال الانسان، هذا ديال الحقوق ديال المراه، هذا ديال الحقوق، هذو راه تيترينيو واحد الوقت غادي ينوض كل شيء غادي يولي هذا نتمرنوا. اذا حنا ما بغيناش هذا الوضع، هذا بغينا الاستقرار، الامن الاستقراري اللي تنسعوا عليه كلنا كمغاربه. يعني كاينين رجال الدوله اللي الدوله يعني اللي هما خدامين وانهم غاديين يعني بهذا، ولكن شكون اللي غادي يسعى؟ اذا خصنا نشوفوا الامناء الاحزاب لا بد نظره شموليه لهذه المساله، والاختيار ديال هاد الناس اللي ما يمثلوا الامه خصهم يعني تمثيل يكون يعني هذا اللي غادي نديروا فيهم الثقه، والناس ما تبقاش تبيع الاصوات ديالها، لان تبيع الاصوات تبيع العمر ديالها. خي وزير امزاز اخويا وزير التعليم، على التعليم اللي تنشوفوا خي في الاول الاضرابات، حنا خدامين هنا حدا الشارع ديما تلقاو اضرابات ديال التعليم، ما كناش تحس الوضعيه. زد عليهم اخي وزير الصحه، راه مستشفيات، انا تنسكن في سلا، عندنا خي واحد السبيطار مولاي عبد الله خي كان حدانا قريب، داروا واحد في سلا جديده، الا بغيتي تمشي له بالليل راه الترونسبور راه ما كاينش، الوسيله باش كنوصل لذاك السبيطار راه ما كايناش، والله العظيم ما وصلتش لذاك السبيطار، راه جديد عاد مجهز، ديك عاد تحل جديد، عاد شنو سيدنا الله ينصره، ما كاينش شي حاجه من داك الشيء اللي شفناه خي، والله العظيم، هذاك السبيطار الجديد راه ما فيهش شي حاجه، هادو ما كراش وزير الصحه وزير التعليم يشوفوا منهم اخويا، والله القسم، يديروا معنا شي حل، راه حنا واكلين الطخ، ماشي حنا خوتنا الشعب واكلين الطخ، على حسب ما تنشوف. انا عيط لي السيد من اساس انا واحد لي واحد السيد صاحبي والله العظيم بالليل بغى يمشي للسبيطار اللي في سلجديده، ما كاينش ترونسبور في سلجديده، حنا ولاد المدينه راه بغيتي تمشي لسلجديده ما كاينش ترونسبور، والله الا هبطت واحد السيد صاحبي مسك عيط لي بالليل هبطت قداش مشى دا بنتهم مسكين عيان، ومن وصلنا تما راه كيهضر معاك السيكوريتي، كتدخل السيكوريتي يشد لك رونديفو السيكوريتي يدوز لك واقيلا تا هو السيكوريتي، والله القاسم لي زانفيرميير ماشي هما اللي مالسنا، لي زانفيرميير 16 غتستافد منه، انت حاجه وما كراش اخويا يشوفوا لنا وزاره الصحه وزاره التعليم هما اساس البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.